السلام عليكم إخواني التلاميذ. في هذه الحصة إن شاء الله غنشوفوا تصحيح الوطني 2019 دورة اشتراكية. غنشوفوا إن شاء الله تصحيح ديال جزء الكهرباء. قبل ما نبدأ كيف ما كتعرفوا ما تنساوش ديروا اشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقاء ديالكم لتعم الفائدة، وما تبخلوش هنا بالملاحظات والاقتراحات ديالكم. وكيف ما كتعرفوا ما تنساوش تاخذوا الدفتر ديالكم ديال التمارين اللي كديروا فيه التمارين او تصحيح الوطنيات، وتبع معنا مختلف مراحل ديال حل التمرين. ما تنساوش كذلك كيف ديما تنقول لكم قبل ما نطرقوا للتمارين خصنا نكونوا ضابطين بعد الدرس، ولهذا اللي عنده شي مشكل في الدرس يرجع الفيديوهات ديال الكهرباء. اذا هذا الوطني كما قلنا تهم شعبه العلوم الفيزيائيه دوره اشتراكيه، ويمكن كذلك للتلاميذ علوم حياه الارض اس في تي كذلك يتبعوا هذا الفيديو لانه عندهم تقريبا نفس الافكار المشتركه. اذا اخواني التلاميذ نبدا على بركه الله. الجزئان الأول والثاني مستقلان، تلعب المكتفات والوشيعات أدوارا أساسية في جل الأجهزة المستعملة في الحياة اليومية كأجهزة إنذار والتشخيص الطبي والمجسات الحرارية. يهدف هذا التمرين في الجزء الأول إلى تحديد المقادير المميزة للمكتف، يعني السعة ديالو والشحنة كي، مهم المقادير اللي كتميز المكتف ووشيعة ال او بتي ار. وفي جزئه الثاني الى دراسه تضمين الوزع. كنلاحظوا هنا عندنا 3 بارتي، عندنا ديال المكتف والوشيعة والتضمين. الجزء الاول دراسه ثنائي قطب اخ ال والذره اخ ال سي المتواليه. الفقره الاولى ثنائي القطب اخ ال، ننجز التركيب الكهربائي الممثل في تبيانة الشكل واحد والمتكون من العناصر التالية: مولد مؤمتل يعني قوته الكارو يعني مقاومته الداخلية منعدمة، قوته الكارو محركة أ، موصل أمي مقاومته أخ، وشيعة ال مع وشيعة معامي تحريضها ال ومقاومتها مهم وشيعة معامي تحريضها ال ومقاومتها بت ا. هنا خصنا نتابع قاطع التيار، نغلق قاطع التيار عند لحظة نغلق قاطع التيار ك عند لحظة نعتبرها أصلا للتواريخ، فنحصل بواسطة نغلق قاطع التيار ك عند لحظة نختارها أصلا للتواريخ، فنحصل بواسطة نظام مسك معلوماتي ملائم على منحني شكل جوج الممثلين لتطور كل من توتر U R بين مربطي الموصل أمي وتوتر U B بين مربطي الوشيعة. يمثل T المماس المنحنى جوج عند اللحظة T إيكال زيرو. اختر من بين منحنيين واحد وجوج المنحنى الذي يمثل تطور توتر U R. إذا السؤال الأول نختاروا التوتر لتمثل نختاروا المنحنى لتمثل توتر U R. إذا السؤال الأول، أولا اختيار المنحنى الذي يمثل U R. غادي نختارو المنحنى الذي يمثل U R. غنمشيو للدارة حنا اللي عندنا. الدارة شنو عندنا؟ عندنا وشيعة وعندنا موصل أمي. حنا شنو عارفين الدور ديال الوشيعة؟ الدور ديال الوشيعة هو تأخير إقامة أو انعدام التيار، بمعنى إلا كانت عندنا إقامة الوشيعة شنو كدير؟ كتأخر إقامة التيار،
ولكن عندنا انعدام التيار الوشيعه تؤخر انعدام التيار. حنا لا حنا عارفين عند غلق الدارة، عند غلق الدارة الوشيعه تؤخر إقامة التيار. الترجمة ديالها كهربائيا يعني أن الترجمة ديالها كهربائيا يعني أن إي عند زيرو شحال تساوي زيرو. علاش؟ لأن الوشيعة تؤخر إقامة التيار. حنا عارفين أن يو آخ شنو هو؟ هو آخ إي. إذن يو اخ عند زيرو شحال غيساوي اخ اي زيرو، وشحال اي زيرو زيرو. اذا يو اخ عند زيرو شحال غيساوي زيرو. اذا ديما كيف تنقول لكم قبل ما نحلوا اي تمرين في الكهرباء، كيف ديما تنقول لكم قبل ما نحلوا اي تمرين في الفيزياء او في الرياضيات او في العلوم، خصنا بعدا نكونوا فاهمين الدرس ونحلوا معطيات ديال التمرين. اذا حنا الشرط اللي عندنا خص يكون او اخ عند تي ايكا زيرو منعدم، غنمشيو للمنحنيات اللي عندنا. عندنا جوج منحنيات، ها المنحنى الثاني وها المنحنى الاولاني اللي هو بالخضر. شكون تيميزهم؟ غنمشيو تي غنمشيو عند تي ايكا زيرو، عند تي ايكا زيرو الاحمر شحال تيساوي زيرو والخضر 10. حنا الشرط اللي عندنا خص يكون او اغ عند زيرو كيساوي زيرو. اذا شكون اللي بدا بالزيرو؟ هو الاحمر. اذا نقول ليه اذا المنحنى الموافق ل او اغ هو المنحنى جوج. اعيد، حنا الشرط اللي عندنا ان او اغ خصو يساوي زيرو عند من عند تي ايكا زيرو. عندنا جوج منحنيات، واحد بادي بعشرة وواحد بادي بزيرو. اذا شكون تيمثل او اه؟ هو اللي بادي بزيرو، هو الاحمر، هو المنحنى جوج. نمشيو للسؤال الثاني. بين ان المعادله التفاضليه التي يحققها التوتر او اه تكتب كما يلي. دابا اخواني التلاميذ غنمروا للسؤال الموالي اللي هو السؤال الثاني. بين ان المعادله التفاضليه التي يحققها التوتر او اخ تكتب على هذا الشكل، تكتب كما يلي. اذا السؤال الثاني، ثانيا شنو بغا هو؟ بغا المعادله التفاضليه التي يحققها التوتر او اخ. شنو غنديرو؟ غنمشيو للشكل ديالنا. شنو عندنا؟ عندنا التوتر او بي ديال الوشيعه والتوتر او اخ وكاين المولد. اذا اش غنقولو؟ غنقولو حسب قانون إضافية التوترات او اخ توتر ديال الموصل الأمي زائد او بي يساوي او، حيت كاين مولد. كل ما كانش غنديرو زيرو. شنو بغا هو؟ بغا التوتر او اخ. اذا هاد او اخ ما نقيسوهاش، غنمشيو لهاد او بي خصنا نحيدوها وندير بلاصتها او اخ. او ثابته الباراميتر ديال الداره، او اخ نخليوها ها هي. ولكن او بي شنو هي؟ هي ال دي اي على دي تي زائد راه قالنا وشيعه مقاومتها بوتي اخ. اذا خصنا نديرو اخ اي التوتر ديال الوشيعه يساوي او. اذا خص هاد اي طير، هاد اي خصها طير. حنا عارفين ان او اخ شنو كيساوي اخ اي قانون اون. اذا مالي يكافئ ان اي تساوي
UR على يساوي UR على R. حنا عاوتاني باغيين DE، إذا DE على DT ما غنشقوش تبعيت R اللي هي واحد على R حيت في المقام، ونشقو UR. نعاود، حنا عارفين إلا عندنا دي ديال كا إي على دي تي ما كنشقوش تابيتا كا، غنديرو كا وغنشقو دي إي على دي تي. حنا شنو عندنا؟ عندنا إي كتساوي يو آر على آر، حنا باغيين المشتقة دي إي على دي تي، إذا دي إي على دي تي غنخلي واحد على آر ونشقو يو آر فقط. نمشي نعوضها، نعوض شنو غادي نلقاو؟ غنلقاو يو آر زائد ال دي على دي تي اللي هي ال على ار في دي يو ار على دي تي، زائد ار اي اللي هي ار مضروبه في يو ار على ار. شحال كتساوي؟ اه شو كنلاحظ؟ هنا عندنا يو ار وهنا عندنا يو ار، غنعمل به شنو غادي نلقى؟ غتبقى لي ال على ار دي يو ار على دي تي، زائد هنا يو ار وهنا يو ار، نعمل بها هنا بقى لي واحد، هنا غتبقى لي ار في واحد على ار اللي هي ار على غرون ار، يو ار تساوي او. نوحد المقامات هنا شنو غادي نلقى؟ غنلقى ال على ار دي يو ار على دي تي، زائد نوحد المقامات R في 1 هي R زائد بتي R مضروبة في U R كيساوي E. اللي خلاوكا جواب صحيح، ولكن وشو بغاها؟ بغاها على هذا الشكل. هنا المعامل شحال المعامل هنا؟ واحد. إذا خصني نلقى المعامل واحد، إذا غنضرب في غنضرب، أنا عندي L على R، باش نلقى واحد خصني نضرب في المقلوب ديالها R على L. إذا شنو نقول ليه؟ نضرب في L في R على L. دونك شنو غنلقى؟ غنضرب هنا في R على L، وحتى هنا كذلك في R على L، وهنا في R على L. شنو غادي نلقى؟ غنختزل هنا R R L L، حنا لقينا المعامل واحد دي يو R على دي تي، زائد هنا غتمشي R مع R وبقى لي L في واحد. شنو غادي نلقى؟ غنلقى R بلس بيتي R على L مضروبة في UR تساوي بقات لي R في E على L، وهي المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر UR اللي بغاوه. نمشيو للسؤال الموالي، سؤال 3. استنتج أن تعبير التوتر بين مربطي موصل أومي في النظام الدائم يكتب على الشكل التالي. إذا إحنا قلنا هذا هو اللي يمثل UR، UR وهذا المنحنى فيه أربعة معلومات أساسية: نظام انتقالي، نظام دائم، وفيه UR max، وفيه كذلك طو. في النظام الدائم UR هنا كان انتقالي، في النظام الدائم كيولا ثابت. شنو نقولو؟ سؤال جوج، استنتاج تعبير ديال UR، غنقولو في النظام الدائم ان يو ار ديالنا تيولي كونستانت، تيولي كونستانت. ما هذا يعني؟ يعني ان المشتقه ديالو سيغ دي تي شحال كتساوي؟ زيرو. فين غنمشيو؟ غنمشيو للمعادله التفاضليه، ولدينا دي يو ار على دي تي زائد ار بلس بيتي ار على L في UR
شحال كيساوي اخ او على ان. اذا احنا في النظام الدائم قلنا هذه شحال غتساوي زيرو، و او اخ غيكون ثابت كيساوي او اخ ماكس غيكون عنده قيمه قصوى. اذا هذه كتساوي زيرو، شنو بقات ليا؟ بقات ليا اخ بلس ا على ال في او اخ، لحسن نكتبوها ماجيسكول، شحال كتساوي اخ او على ال. بما ان عنده في المقام وكاين الضرب، دونك غنديرو اختزال. شنو بقات ليا؟ اخ بلس بيتي اخ، بقات ليا اخ بلس بيتي اخ في او اخ، شنو كيساوي؟ اخ او. اذا شحال غتجيني او اخ ديالي؟ او اخ هي اخ او على اخ بلس بيتي اخ، وهذا هو التعبير ديال او اخ. اللي بغا هو السؤال اللي قلنا هو اوجد التعبير ديال استنتج تعبير نظام استنتج تعبير توتر او اخ في النظام الدائم. احسب قيمة اخ. سؤال 4، احسب قيمة اخ. سؤال 4، قيمة اخ المقاومة الداخلية ديال الواشية. لدينا حسب السابق اللي بينا ان غران او اخ شنو كتساوي؟ اخ او على اخ بلس بيتي اخ. وحنا شنو باغيين؟ باغيين بيتي اخ. اذا ارجوها خطية. اذا اخ بلس بيتي اخ شنو كتساوي؟ اخ او او اخ نبطو. اذا بيتي اخ ديالنا هي اخ او على او اخ. اذا اخ ندير الطرف الاخر تولي ناقص اخ، وها هي مع القيمه ديال او اخ. راه قلناها راه هي او اخ ماكس، يعني هي القيمه القصوى للتوتر او اخ في النظام الدائم. نشوف المنحنى شحال او اخ ماكس. غنلقاو او اخ ماكس شحال هو؟ هو 8 فولت. 8 فولت، 8 فولت. اذا التطبيق اعدادي شنو غادي نلقى؟ اذا بيتي اخ تساوي اخ في المعطيات شحال هي؟ 40 اوم، او 10 على او اخ 8 ناقص 40. الى حسبناها شنو غادي نلقاو؟ 10 اوم. نمشيو السؤال الموالي. سؤال 5، حدد مبيانيا قيمة طو. مبيانيا بكل سهولة، إذا غنمشيو للمماس، الخط المتقطع هذا، الخط المتقطع، والتقاطع مع المقارب في النظام الدائم، وندير الإسقاط على المحور الأفاصيل، وغنلقاو 0 0 1. إذا مبيانيا بكل سهولة، سؤال 5، تحديد طو مبيانيا. نجد أن طو مبيانيا هي 0 0 1. خصنا ردو بالنا الوحدات سكوند، تي سكوند. إذا تي كتساوي 0 0 1 سكوند. نمشيو للسؤال 6، شو قلنا؟ تحقق أن ال تساوي 0.5 هنري. تحقق أن ال تساوي 0.5 هنري. تحقق من قيمة ال. هنا خدامين في الضارة اخ ال، وحنا عارفين أن طو تساوي ال على اخ بلس بيتي اخ. إذا بكل بساطة شنو هي ال؟ هي طو في اخ بلس بيتي اخ، وها هي. اذا ال ديالنا شحال طو قلنا؟
صفر صفر واحد سكون ما نحولوهاش اغ هي 40 اوم بتي اغ حسبناها هي 10. شنو غادي نلقى هنا؟ غتجيك 50 في 0.1 هي 0.5 هي مي وهي القيمة المطلوبة. هذا فيما يخص إخواني التلاميذ الجزء الأول، البارتي الأولى من الجزء الأول ديال الكهرباء. نمشيو للبارتي الثانية اللي كتهم الذرة إخ إل سي. نبدأ إخواني التلاميذ تتمات تصحيح التمرين. نمشيو للبارتي الثانية دراسة الذرة إخ إل سي المتوالية. نشحن المكثف كليا سعته سي، يعني U سي إيكال E. ثم نركبه على التوالي في لحظة نختارها أصلا للتواريخ. إذا تتأكد لي أن U سي عند زيرو شحال غيساوي E مع موصل الأومي والوشيعة السابقين، يعني الذرة إخ إل سي، يعني الذرة إخ إل سي. يمثل منحنيا الشكل أربعة تطور كل من توتر إي سي بين مربطين المكثف و إي للتيار ما في الذرة. عندنا جوج ديال منحنيين، واحد ديال إي سي وواحد ديال إي. السؤال الأول، أي نظام من أنظمة التذبذبات يبرزه المنحنيا الشكل أربعة؟ يعني المنحنى شكل أربعة إن نظام. في الاول هنا كتعندنا قيمه قصوى وغادي كتنقص، اذا هناك خمود للتذبذبات، اذا غيكون نظام شبه دوري. كذلك بالنسبه للمنحنى الثاني كان قيمه قصوى ونقص، يعني نظام شبه دوري. غنقولوا بكل بساطه نظام شبه دوري، نظام شبه دوري. كون قال لي التالي نقول لي لان وسع التذبذبات يتناقص مع الزمن، وقال وكون قال لي السبب يعزى نقول يرجع السبب او يعزى الى مفعول جول. السؤال الثاني، حدد قيمه سعه سي علما ان شبه الدور تي يساوي تقريبا الدور الخاص. ناخذ بي او كاري كتساوي 10. اذا السؤال الثاني، ثانيا قيمه سي، هو قالنا فكره مهمه، قالنا ان شبه الدور تي يساوي تقريبا الضوء الخاص. شو قلنا؟ شبه الضوء تي يقارب الضوء الخاص، وحنا عارفين الضوء الخاص شنو هو؟ هو دو بي غاسين ال سي. حنا باغيين سي، يعني جذر ال سي شنو غتساوي؟ هي تي على دو بي. شنو غادي نلقى؟ نديرو او كاري نلقاو ال سي تساوي تي او كاري 4 بي او كاري. اذا حنا باغيين سي، شنو غادي نلقاو؟ تي او كاري تساوي 4 بي او كاري في ال. وها هي، نديرو التطبيقات هادي. سي تساوي تي، ما عندناش نمشي نحدو تي، غنمشيو لميبيان. تي قلنا هي ما بين قيمه قصوى وقيمه قصوى، تي قلنا هي ما بين قيمتين قصوتين متتاليتين، اذا من هنا لهنا هذه هي شبه الدور تي. نديرو الاسقاط، شنو غادي نلقاو؟ 10 ملي سكوند. اذا تي تي هي 10 ملي سكوند، اذا 10 في 10 اس ناقص 3 تو او كاري مقسوم على 4 بي او كاري هي 10 مضروبه في 0.5. نحسبوا شنو غادي نلقاو؟ غنلقاو 5 في 10 أس ناقص 6 فاراد. إذا بغينا نحولوها للميكرو فاراد، ها 5، 10 أس ناقص 6 هي ميكرو فاراد، وها هو القيمة ديال سي. السؤال الموالي، شنو قال لينا؟ اعتمادا، سؤال 3، اعتمادا على منحني الشكل 4 أحسب الطاقة الكلية أو تي أن عند اللحظة تي ان شحال كتساوي؟ 9 ملي سكوند. سؤال 3، تحديد الطاقة الكلية التوتال عند
T1 كتساوي 9 ملي سكوند. حنا عارفين تعبير الطاقة الكلية التوتال شنو هو؟ هو الطاقة الكهربائية ديال المكتف زائد الطاقة المغناطيسية ديال الوشية. إذن عند لحظة T1 التوتال 1 هي الطاقة المكتف اللي عند لحظة T1 زائد الطاقة المغناطيسية ديال الواشية عند لحظة T1. حنا عارفين EE شنو هي؟ هي 1/2 سي يو سي تي او كاري. إذا شنو نقوله؟ نقوله EE عند لحظة T1 هي 1/2 سي يو سي تي ان او كاري. نفس الطريقة غنديرو EM شنو هي؟ هي 1/2 ال اي او كاري دو تي. اذا غنقولو او ام عند لحظة ان هي ان دومي ال اي تي ان او كاري. غنمشيو نعوضوهم شنو غادي نلقاو؟ غنلقاو او توتال عند لحظة تي ان هي ان دومي سي او سي عند لحظة تي ان او كاري زائد ان دومي ال اي عند لحظة تي ان او كاري. حنا عندنا قيمة سي وعندنا قيمة ال. المشكلة ما عندناش او سي عند تي ان و او سي و المشكلة ما عندناش القيمة ديال او سي عند تي ان والقيمة ديال اي عند تي ان. شنو نقولو؟ مبيانيا عند تي ان كيساوي 9 ملي سكوند شحال غيساوي او سي عند تي ان؟ غنمشيو للميبيان ديال او سي اللي هو الميبيان هذا. اذا ها هو او سي شحال بغا هو؟ نكبروا الميبيان. بغا عند تي ان كتساوي 9. تي ان كتساوي 9 شحال عندنا هنا؟ 0 5 شحال كاين ديفيزيون؟ 10. اذا 5 مقسومه على 10 هي 0.5. اذا كل ديفيزيون شحال فيها؟ فيها 0.5. كل ديفيزيون يعني كل مربع فيه 0.5. اذا هنا 5 10 حنا باغيين 9. اذا غنقصوا درجه تولي 9.5 نقصوا درجه تولي 9. اذا ها هي 9 هذه اللحظه تي ان. غنمشيو للقيمه ديالها غندير الاسقاط عن المنحنى ثم على الارتوب ديالها شغلقاو هاد القيمة. تنأكد خصنا نتابعو التدريجات ضروري انتبه للسلم. هنا عندك 4 ياك شحال كاين ديفيزيون؟ 5 يعني 4 مقسومة على 5 شحال هي؟ هي 0.8. يعني كل ديفيزيون شحال فيها؟ 0.8. إذا ها 4 وديفيزيون هي 4.8. نتمنى نكون فهمتو الطريقة اللي درت. هنا عندنا 4 شحال فيها من ديفيزيون؟ 5 يعني 4 مقسوم على 5 شحال غنلقاو؟ 0.8. يعني ان كل ديفيزيون فيها 0.8. اذا بسهوله لقينا اي سي عند تي ان شحال لقينا؟ لقينا 4.8 فولت. دابا غنمشيو بنفس الطريقه عند نفس اللحظه غنمشيو نلقاو اي عند تي ان. غنمشيو المنحنى الاخر ثاني علاش؟ حيت هو اللي فيه اي. إذا نفس الطريقة عندنا هنا 2.5 5 7.5 10 حنا باغيين 9. ش عندك هنا 2.5 شحال فيها من ديفيزيون؟ 5. إذا غنكتبو 2.5 مقسوم على 5 شحال جاتنا؟ 0.5. إذا كل ديفيزيون شحال فيها؟ فيها 0.5. رجعو لهنا عندك 10 نقص ديفيزيون هي 9.5 كل ديفيزيون هي 9. إذا ها 9 غندير الإسقاط ديالها على المنحنى. نكبروا المنحنى شويه غنلقاوها هي هذه. ندير اسقاط باش نلقاو الارتب ديالها ها هي. اذا شحال عندنا هنا؟ 7.5 شحال كاين ديفيزيون؟ 5. اذا غنقولوا 7.5 مقسوم على 5 غنلقاو هي 1.5. اذا كل ديفيزيون هنا كتمثل 1.5. كاين دو ميطود. اذا هنا عندنا 7.5. اذا
ها واحد ونص، ها واحد ونص هي ثلاثة، واحد ونص هي أربعة ونص، وسبعة ونص هي شحال؟ هي 12. الطريقة الثانية، عندنا هنا خمسة ديفيزيون وعندنا هنا ثلاثة هي 8، ونديرو 8 في 1.5 غنلقاو هي 12. 8 في 1.5 هي 12. نتمنى نكونوا فهمتوا الطريقة اللي قلت. المهم خصنا نتابعوا التدريجات، انتبه لي التدريجات. إذن شحال لقينا؟ إي هي 12 ميلي أمبير، نتابعوا الوحدات ميلي أمبير، ها هي. ودابا نديرو التطبيق هذه ديال أو توتال، هي واحد على جوج، سي قلنا هي خمسة في عشرة أس ناقص ستة، إي سي أن تي أن هي 4.8 تو أو كاري، زائد واحد على جوج في صفر خمسة في 12 في عشرة أس ناقص ثلاثة أو كاري. نحسبو بوحدة بوحدة شنو غادي نلقاو. هنا غادي نلقاو في هذه غادي نلقاو 5.76 10 أس ناقص 5، وهذه غادي نلقاو 3.60 في 10 أس ناقص 5، ونجمعوهم التوتال تي ان التوتال ان تي ان شحال غادي نلقاو؟ 9.36 في 10 أس ناقص 5 جول. نكتبو كتابة فيزيائية، هي 93.6، هذه غتولي ناقص 6، غتولي ميكرو جول. هذا فيما يخص الذرة إخ إل سي. نمشيو للتضمين، نقرا الأخيرة الجزء الثاني. دابا إخوان التلاميذ نمشيو للجزء الثاني، دراسة تضمين وسع. للحصول على إشارة جيبية مضمنة الوسع، ننجز التركيب الممثل في تبيان الشكل 5، حيث X يمثل دارة متكاملة منجزة للأجزاء تتوفر على مدخلين E1 و E2 ومخرج S. عند المدخل U1 توترا U1 تعبيره U0 زائد U1 cos 2PF1T. احنا عارفين، ندير واحد التذكير، تذكير احنا عارفين تعبير التوتر الذي يمثل الإشارة المضمنة، يعني التي تمثل المعلومة، يعني هي اللي فيها المعلومة اللي بغينا. شو التعبير ديالها في الدرس؟ قلنا هو S2T سينيال هو الوسع SM cos 2P FST، وزدناها واحد إي زيرو. علاش؟ لإزالة التشويش اللي سمينا توتر الإزاحة. توتر الإزاحة شنو غادي نلقاو في الأخير؟ إي زيرو زائد إس دو تي شنو غتولي؟ غتولي إي زيرو زائد إس إم كوس دو بي إف إس تي. هاد التمرين شنو سماه؟ في التمرين سماه إي زيرو زائد يو اس اللي هي سماها يو ان كوس دو بي اف ان في تي، هذا التوتر ديال الإشارة المضمنة. والتوتر الذي يمثل الإشارة الحاملة بورتوز شنو هي؟ بي دو تي هو الوسع بي ام كوس دو بي FP في T. في
التمرين شو سماها؟ اي دو دو تي. شنو هو؟ هو اي دو الوسع في كوس دو بي اف بي تي. وقلنا باش يكون تضمين جيد خص يكون التوتر اي زيرو اكبر من اس ام، اي نسبة التضمين ام هي اس ام على اي زيرو تكون اصغر من واحد. والتردد ديال المعلومة اف اس يكون اصغر بكثير من اف بي، وقلنا تقريبا يكون 10 مرات. اذا هذا ما يخص التذكير. نمشيو دابا للتمرين. نحصل عند المخرج اس للدارة اكس على توتر اي 3 مضمن الوسع، يعني اشارة مضمنة. تعبيره هو عطانا التعبير ديالو، حدد قيمة اف بي للاشارة الحاملة، تردد الاشارة الحاملة، وتردد اف ام للاشارة المضمنة. اذا اش غنديرو هنا؟ عندنا جوج ديال الترددات، واحد ديال الحاملة واحد ديال المضمنة، وقلنا الحاملة هو الكبير. اذا اش غنديرو هنا؟ حنا شنو عندنا؟ السؤال الاول تحديد اف بي و بوتي اف ام. هو عطانا في التمرين اي دو 3 شنو هو؟ هو 0 1. اي 3 شنو هو؟ هو 0 1 عامل 0 6 كوس دو بي بعشرة أس 4 تي زائد 0 8 كوس 6 بي في 10 أس 5 في تي. دابا عندنا جوج اللي فيهم الكوس، كاين هذا وكاين هذا، خصنا نعرف شكون ديال الحاملة وشكون ديال الإشارة المضمنة وديال المعلومة. حنا عارفين اي 3 شنو هو؟ هو ك في اي 1 في اي 2. دونك شنو غنديرو؟ خصنا نلقاو الصيغة ديال اي 3، تحديد تعبير ديال اي 3. ندير واحد الرابير كذلك. عندنا الضارة منجزة للجداء اكس، عندنا المدخل الاولاني او ان، المدخل الثاني او دو، وعندنا هيكل ماس. هنا التوتر اي 2 وهنا التوتر اي 1، وهنا غيكون توتر الخروج صوتي نسميه اي 3. شنو اي 3؟ قلنا هو واحد تبيتاكا في مضروب في التوتر الاولاني في التوتر الثاني. هذا الدرس. اذا شنو هي اي 3؟ اي 3 هي ك في اي 1 في اي 2. عطانا التعبير ديال اي 1 والتعبير ديال اي 2، نعوضهم. اي 3 ك شحال اي 1؟ اي 1 هو اي 0 زائد اي 1 كوس دو بي اف ان تي مضروبة في التوتر اي 2 اللي هو غران اي 2 يعني الوسع في الكوس ديال دو بي اف 2 دو تي. هنا شو كنلاحظوا؟ هنا ما عندنا والو، عندنا الكوس، هادشي كامل في الكوس. هنا كاين اي 2، اذا نجيبوه لهنا لان الضرب تبادلي. اي 3 هي ك في اي 2 شي هاد اي 2، غنجيبوه لهنا باش نلقاو الكوس نيشان.
مضروبة. هذا غنقلبوه حيت عندنا زائد كوس عاد زائد غنقلبوه، وهذا غنقلبوه. شنو غادي نلقاو؟ غنلقاو U1 كوس 2P F1 T زائد U0. علاش؟ حيت عندنا الكوس زائد عدد، إذا ها هو الكوس زائد عدد مضروبة في الكوس ديال 2P F2 T. وغنقولوا ليه بالمماثلة غنمثلو مع التعبير اللي عطانا هو. شنو عطانا؟ عطانا اي 3 شحال كتساوي؟ 0 1 عامل 0 6 كوس 2 بي في 10 اس 4 تي زائد 0 8 مضروبة في الكوس ديال 6 بي في 10 اس 5 تي. غنديرو المماثلة وتمنى تفهموا معايا شنو قصدت. إذن المماثلة كا اي 2 شحال هي؟ هي 0 1. إذن ها هي عاوتاني U1 شحال هو؟ 0 6. إذن U1 هذه في الوسخ 0 6. عاوتاني 2PFT1 شحال هي؟ هي 2P 10 اس 4. إذن غنقولو ليه 2P F1 شحال كتساوي؟ 2P في 10 اس 4. نعاود. إذن هذا هو 0 1، U1 هو 0 6. إذن هذا الكوس غيكون هو 2P F1 تي تي، قالت لي 2P F1 كتساوي 2P 10 اس 4. نمشيو عاوتاني زائد اي زيرو شحال اي زيرو؟ هو هذا 0 8. عاوتاني كوس 2 بي اف 2 كوس هذا هو 2 بي اف 2، يعني غنمثلو هذا مع هذا. اذا غادي نلقاو عاوتاني 2 بي اف 2 شحال هو؟ 6 بي في 10 اس 5. حنا شنو باغيين؟ حنا باغيين التردد، حنا باغيين التردد. غنحسبو اف 1 ونحسبو اف 2، نختزلو جوج مع جوج و بي مع بي، قالت لي 10 هرتز 10 اس 4 هرتز. نختزلو بي مع بي وجوج مع 6، قالت لي 3. اذا اف 2 هي 3 في 10 اس 5 هرتز. حنا عارفين ديال الحامله اكبر بكثير من تردد ديال المعلومه. اذا شكون اللي كبير هنا؟ هو هذا، وهذا هو الصغير. اذا غنقولوا ومنه اف ديال المضمنه يعني ديال المعلومه هو 10 اس 4 هرتز، وديال الحامله بورتوز اللي هو اف 2 3 في 10 اس 5 هرتز. نتمنى تكون فهمتوا شنو قصدت. ما لكم الا ترجعوا الدرس مزيان باش نفهموا التمرين. السؤال الثاني شنو قال لنا؟ ثانيا احسب نسبة التضمين. نسبة التضمين السؤال الثاني ثانيا نسبة التضمين. هنا عارفين في الدرس ان نسبة التضمين M هي الوسع ديال إشارة اللي فيها المعلومة، إشارة المضمنة على توتر الإزاحة. حنا راه ديجا درنا هاد العملية هنا، لقينا إي زيرو صفر تمنية فولت، أعتذر صفر ستة فولت. إذا لقينا إي زيرو شحال كتساوي؟ صفر تمنية فولت. شنو بقات ليا دابا؟ بقات ليا إس إم. شو قلنا اس ام؟ هو الوسع ديال الاشاره المضمنه. يعني الا مشينا للتمرين فين اشاره مضمنه هي هذه هي يو ام اي زيرو، قلنا هو توتر الازاحه، يعني هذه هي اشاره مضمنه. شحال الوسع ديالها؟ هو يو ام. اذا في هذه الحاله اس ام غيكون هو يو ام. وشحال لقينا يو ام؟
هو 0.6. إذن U1 هو 0.6 فولت. نعوضو M، شنو غادي نلقى؟ M هو 0.6 على 0.8، نحسبوها غنلقاو 0.75. هذه نسبة التضمين. سؤال ثلاثة، سؤال ثلاثة شنو قال لينا؟ هذا تضمين جيد، علي جوابك هنا. سؤال ثلاثة قلت لك جودة التضمين، جودة التضمين شنو غنقولوا ليه؟ غنقولوا ليه ام شحال لقينا؟ 0.75، يعني صغر من واحد، ولقينا اف بي اكبر بكثير من اف ام، تقريبا هو 10 مرات. إذن التضمين جيد. الى هنا اخواني التلاميذ نكون قد انهينا التصحيح ديال الوطني 2019 دروس تراكيه الخاص بشعبة العلوم الفيزيائية. كما كتلاحظوا أنه تمرين عامر شوية وطويل، ولهذا عليكم تعودوه باش تضبطوا المعلومات. نتمنى لكم التوفيق، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.